السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح يكون أول فيديو معاكم للعمل على شيرة الحنة. هذه شيرة حنة مأخوذة من عقلة من الشجرة الأم. صار في عليها بعض العمل في الماضي، مو بكثير. فالحين مثل ما أنتم شايفين، لأن فيها نمو كبير ونمو قوي، فالحين معناته أن، وبالذات ان احنا الحين في فصل الخريف، فانا الحين ممكن ان اشتغل عليها بشكل كبير، اقلم هذا النمو القوي، ارد رجعه. ولكن انا ابغيها تنمو بهذا الشكل اللي يسمونه ويبينج، او كانها حزينه يعني، لان هذه اصلا طبيعه نمو الحنه ان تكون اوراقها متدليه او نازله بهذا الشكل. ف راح نقلمها شوي، نرجع النمو انه يكون كثيف اكثر، بدال ما يكون طويل ويعني اوراقه شوي كبيره، فراح نرجع النمو. فاول شيء راح اسويه انه راح اشتغل عليها من فوق، وراح اشوف بعدين اذا تحتاج النبته تقليم في الجذور. ما اتوقع، بس خلنا نشوف. دائما نخلي في بالنا انه لما بنشتغل على نبته نقلم اقل وبعدين نزيد، لان اذا قطعنا ما نقدر نرجع اللي قطعناه. فنكون في البدايه نبتدي في الاطراف وبعدين ندخل الى الداخل، مو على طول نقطع بالقوه على اساس ما نقطع بشكل وبعدين نتحسف على اللي صار. ف راح مجرد ان اقصر هذه الاغصان، لأن الحنة شيرة دائمة الاخضرار، فأنا دائما لازم أقطع وأخلي أوراق، مع أن أنا جربت فيها أنه ممكن أقطع الغصن بالكامل ورد ينبت منه، فما فيها مشكلة. الحنة أنا أعرف أنها هي ممكن تستحمل هذا الشيء. دائما نقطة مهمة، الغصن اللي أشوفه نموه قوي أقل ما أكثر، والغصن اللي أشوفه ضعيف أقلم فيه أقل، يعني مثلا هذه الطريقة. لكن هذه نموة أقوى، فممكن أقل ما أكثر، لأن النبتة قاعدة تعطي طاقة أكثر. لحد الحين أنا ما قاعد أسوي أي شيء من ناحية تصحيح، اللي قاعد أسويه مجرد تقليم على أساس أقدر أشوف الهيكل بشكل أوضح، أو شكل الأغصان الرئيسية وتشكيلة النبتة، قبل أقدر أبتدي أشتغل عليها بشكل مكثف أكثر. بالنسبة لواجهة الشجرة أو أمام الشجرة، أنا متخيل أنه يكون يعني تقريبا هني هذه الأمام. فهذه هني أنا بالنسبة لي هذه شوي الغصن شوي مشكلة، لأنه صاير مستقيمة بشكل زيادة عن اللزوم، ما في أي حركة حتى هذه. كيف راح نصلح هالموضوع؟ ما أعرف لحد الحين، لكن راح نشوف. مع هذه الأغصان ممكن هذه الغصن شوي أقصرها أكثر، وهذه أيضا ممكن أنزلها أكثر. فهذه ممكن هذا الشكل، فعندي هني هذه البرعم راح ينشط، وفي براعم ثانية راح تشتغل أيضا. اللي راح أسويه الحين إني راح أبتدي أصحح الأغصان اللي قاعدة تنمو بشكل خطأ. راح أجرب الكاميرا أكثر وراح نتكلم في هالموضوع أكثر. مثل ما احنا شايفين، عندي هذه الغصن قاعد ينمو إلى داخل الشجرة، داخل الأساس هني، فهذه ما أبغي. فاللي راح أسوي إني راح أزيله كليا هذا الشكل، هذه أيضا، ولكن هذه ممكن أعيد توجيهها. فراح مجرد أقصها على أساس أعيد توجيه النمو اللي فيه بهذا الشكل، فانفتحت عندي الشيرة من هذا الجانب. عندي هذه نفس الشيء، هذه ممكن أنزله لحد هني. هل أبغي بي؟ هذه ممكن أزيله لحد هني، فأتوقع أني راح أقصر الغصن
بهذه الطريقة. فبهذا الشكل صار عندي الغصن أقصر، فالنمو راح يكون مركز أكثر. عندي هذه الغصن أيضا رايح للداخل، فراح أزيله، وهذه الجزء الميت هذه بتحتاج تنظيف شوي. قلمها شوي وراح نرجع للأمام ونشوف شنو ممكن نصلح من أغصان متشابكة. هذه الغصن مثل ما انتم شايفين نابت من الطرف وعلى طول على فوق، فصاير ملتف وعلى فوق، فما أبغي، فراح أزيله كليا. هذه نفس الشيء قاعد يرجع يلتف إلى الداخل، ممكن ننزله، أوكي ما في مشكلة أنه أخليه. هذه أيضا قاعد ينمو إلى الداخل، فراح أزيله. هذه قطعة ميتة، أزيلها. بالنسبة لهذه مثلا، عندي هذه ينمو من الخلف ولكن قاعد ينمو فوق الغصن، فلو المشكلة هذه غصن زين، هل أزيل دي ولا أزيل دي؟ خلني أزيل هذه الجزء هذا الشكل ونشوف شو يصير. هذه راح أشيلها، هذه هني ممكن أرده. الهدف من إن إحنا نرجع النمو على أساس إنه يصير فيه كثافة، لأن لما نقطع الغدد أو البراعم اللي وراء راح تنشط وراح يصير في عندي كثافة أكثر. هذه أيضا زين. هذه الغصن قاعد يرجع إلى الخلف بشكل مستقيم، فرح أزيله. لو خليت هذه بهذا الشكل وهذه على فوق راح يعطيني حركة أحلى في الغصن من هذه، فرح أزيله. هني هذه شوي متشابك مع الأغصان الثانية، إذا ممكن أوجهها إلى الأسفل أحسن، بيحتاج واير. ما أحبذ إن أحط واير. هذه أيضا راح أزيله. مهم إن إحنا لما نشوف الشيرة نشوفها من جميع النواحي، يعني مثلا الحين أنا قاعد أشوفها من فوق من النظرة الأعلى، مو بس نشوفها من مستوى النظر اللي هو في الواجهة نفسها. يعني هذه مثلا قاعد ينمو باتجاه معاكس، فأشيله كليا أساس ينضف عندي. هذين الغصنين نامين من يعني صارين متقابلين أو يعني في خط مستقيم من بعض، وشوي غير مرغوب بهذا الشكل، فراح أشوف، ما راح أستعجل وأشيل واحد منهم، ولكن في المستقبل لازم يتصحح هالموضوع. مثل ما ذكرت الأغصان اللي نموها شوي ضعيف مجرد أزيل الأطراف على أساس يصير فيه تفرع ويصير فيه نمو. ممكن هذه أقصرها بهذا الشكل. هذه أتوقع راح أزيله لأنه داخل على داخل. هذا الشكل أنا ممكن أزيل هذا الغصن وراجع إلى هذه النقطة، ممكن أو لحد هنا على الأقل، أنا عندي تفرع نشوف، ولكن مؤقتا خلده. فالحين صارت الشيرة بهذا الشكل، ما راح أقلم جذورها، خلها بجذورها على أساس ترد تنمو. تقليم الجذور مو دائما شيء أساسي، فراح أراويكم الشيرة الحين من جميع الجوانب.
فهذه الحين الشغل اللي سويته على الشيرة، فالحمد لله يعني فيها بدايات، فيها بدايات اللي الحين مشوارها طويل إن شاء الله، فراح نشوف. فهذه أول فيديو للعمل على هذه شيرة الحنة، ونشوف إن شاء الله مع الوقت مع السنين شو يصير فيها من تطور ومن تشكيل إن شاء الله. فأتمنى أن عجبكم هذه الفيديو، يعني اللي يحبون هواية البونزاي واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.